أول ما شفت هالفيديو وجيت بدي أعلق عليه ضحكت كتير، لأنه تذكرت كيف كان مفروض أخذ هالموتو جربها يومين ورديت لهم إياها بعد 6 أشهر. كنت ماشي فيها 6000 كيلومتر، ما خليت طريق ما مشيت عليها، ما خليت طقس ما سقت فيه. اللي بقدر أقوله عن هالتصميم السويسري لهالموتو إنها كتير مرتبة، كتير فخمة، الفينيشينج ممتاز باب أول. الإبداع الهندسي بهاي الموتو اللي بتتميز فيه هو نظام التعليق المزدوج، سسبنشن وراني وسسبنشن قدامي، ولأشرح لكم شو يعني بالسواقة. أول شغلي لما منسوق هاي الموتو فينا نميل فيها ل 45 درجة، بس بذات الوقت بثقة كاملة، ما في أي شعور بالخوف، وحتى لو كان الواحد مبتدئ بسوقها بهالطريقة بكل رياح. الشغلة الثانية، شو ما كانت الطريق مكسرة أو عليها عوائق، كل دولابة بيشتغل لحاله، وبالنتيجة هالشي الموتو بتضل جالسة واللي عم بيسوق بحس بفخامة ما في إلها مثيل. الشغلة الثانية المميزة بهالموتو الفرامات اللي فيها، في الواحد يفرمل بالإيدين وفي يفرمل بالإجر، بس كمان في فران خصوصي للوقفة، بالنتيجة فيك تصف الموتو وين ما صفيتها وكيف ما صفيتها، شو ما كانت الظروف بتضلها ثابتة ما بتتحرك وما بتقلب. آخر شي بتذكره عن هالموتو لما رديتها قدي كنت مبسوط إني سقتها وقدي كنت زعلان إنه ما بقى حسوق. بس من أحلى الذكريات على هالموتو إنه كل ما كنت أطلع على جرب سوقها كنت حس بشعور بالسعادة وبدي أضحك، وين ما روح العالم تتطلع وتندهش بدون يعدوا الدوليب إذا 3 أو 4، وبذات الوقت يضحكوا ويبتسموا لأنه عم يشوفوا شيء عن جد حلو وما في منه وفريد من نوعه على الطريق.